الحدادة من المهن القديمة والتقليدية التي عرفها الإنسان وطوع بها الحديد، فقد صنع المواد الحادة كالسكاكين واستخدمها في تقطيع الثمار والبحث عن الغذاء، كما اهتم الحدادون قديما بصنع السيوف والدروع والسلاسل الحديدية وغيرها. تشتهر جزيرة سقطرى بتراثها الثقافي الغني والتنوع البيئي الفريد، وتعتبر المهن الحرفية مثل الحدادة جزءاً أساسياً من هذا التراث. وعرف السقطريون مهنة الحدادة منذ القدم، ولعبت المهنة دوراً مهماً في حياة السكان المحليين. يعمل الحدادون في سقطرى على تشكيل المعادن لعمل مجموعة متنوعة من المنتجات المعدنية، أهمها صناعة السكين السقطري، وتتنوع تلك السكاكين بطبيعة استخدامها. صناعة السكين السقطرية من بداية الأمر وهو قلاس حق بربري، نعم، وبعدين تقصيص، وبعدين شوي بالنار لما يكون جمرة، وبعدين تمده علشان يكون زين، وبعدين تقص رأسه علشان يكون سكين. كما يستخدم الحدادون في الأرخبيل قرون الأغنام في صناعة السكين السقطري من أجل استخدامها كمقبض للسكين، ويتم تطويع قرون الأغنام عن طريق النار، وهذا ما يميز السكين السقطري عن غيره. في أرخبيل سقطرى يتمتع الحدادون بمهارات عالية في صنع الأشكال والنقوش المعقدة على المعادن، مما يضيف قيمة جمالية إلى منتجاتهم، وتعكس هذه المنتجات التراث الثقافي للجزيرة، وتعد تعبيراً فنياً عن هوية المجتمع المحلي. مهنة الحدادة في سقطرى تعتبر موروثاً ثقافياً يتم توارثه من جيل إلى جيل، وتساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمنطقة، ناهيك عن كون مهارات الحدادة الموروثة وتقنيات المستخدمة أداة تعزز التواصل بين الأجيال وتحافظ على الهوية الثقافية للجزيرة.